أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ هاني من DKL لأعمال الألمنيوم والمطابخ. أهلا أستاذ هاني. أهلا بيك. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج، وبالبداية بنحب تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتك مع المصنع. الله يسلمك. أول شيء بشكركم، بشكركم على الاستضافة الكريمة. أنا هاني العلبي، مدير شركة DKL للألمنيوم والمطابخ، وعندي شركة العنوان في العين. نحن شركة ألمنيوم مطابخ تقريبا تأسست بال 2016، فرع العين فرع دبي تأسس بال 2020. نحن بنشتغل ألمنيوم مطابخ، خزائن ملابس، أبواب الخشب وأبواب الحديد. يعني أي شيء عم نعاصر البلد، يعني على هو التعاصر اللي بيتم بالدولة والتطور، عم نمشي على هو التطور اللي فيه، وعم نحاول نكون يعني ناس، عم نحاول نكون مثل ما بيقولوا مو الأفضل، وعم نسعى لنكون الأفضل والمميزين بهالمجال هذا. جميل جدا. أستاذ هاني، طب ممكن تعطينا مزيد من التفاصيل على المنتجات اللي بتقدموها داخل المصنع، وشو اللي يميزها عن الموجودة حاليا في السوق في ظل المنافسة الشديدة اللي تحظى فيها دولة الإمارات؟ طبعا هلا موضوع البضاعة والماتريال، هلا هو الشغل كله بيتعلق بالكواليتي وبيتعلق بالماتريال. الماتريال اللي احنا انا بستورد من تركيا، وبجيب يعني عشان اكون صريح بجيب من تركيا او من ماليزيا، موضوع الاخشاب، موضوع الهانم. يلي بيخلينا نتفضل عن الناس، او مو نتفضل، خلينا نقول نختلف عنهم في طريقه العمل، طريقه الماتيريال نفسها او طريقه الكواليتي او تسليم الاعمال، نظافه العمل نفسها هي اللي بتلعب دور. اما هل الماتيريال مثلا ممكن تكون باكثر من مكان، هي واحده بس اللي بيختلف بين المكان والثاني، هي نظافه الشغل والكواليتي والفينيشينج. اهم شيء الفينيشينج، الفينيشينج بس يكون بروفيشنال وبيعطيك شغل، يعني بيعطيك بصمه للشغل. فهذا هو كل اللي بيختلف او اللي بتبدل بيننا وبين الاخر. جميل جدا. استاذ هاني، بعد النجاح اللي حققتوه في ظل السنوات السابقه، شو الخطه وشو الرؤيه المستقبليه للشركه؟ والله الخطه طبعا الارزاق كلها بيد رب العالمين الحمد لله. طبعا اول شيء ثم نشكر هالبلد الكريمه، ونشكر شيوخنا اللي اتاحوا فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة أنه يقدر يفتح مجال البزنس أو يقدر يعمل عمل. الخطة إحنا إن شاء الله، أنا أكون الأفرع بكل الإمارات السبعة، يعني أكون الأفرع بكل المجال، بكل إمارة يكون في إنا فرع فيها، ويكون إنا بصمة فيها، ويكون الاسم معروف، يعني مثل براند. هو مثل ما قلت لك، لحنا نرجع نقول هو الفينيشينج الكواليتي، طريقه العمل، طريقه التسليم هي اللي بتلعب دور مع 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 الكاستمر او مع الكلاين او مع الكونسلتنت. وقت اللي بتاخذ انت الابروف على هون بالبلد، ما في شيء بيمشي سريع، كله في خطط وفي نظام وفي دروينج وفي ماتيريال محدده، ماتيريال مختاره لازم يكون الكلاين. فكل هذا يعني بدها تكون كلها مطابقه للمواصفات ومطابقه للاعمال ومطابقه للكواليتي ونظام الشغل ونظافه الشغل. وان شاء الله الطموح يكون عندنا، يعني نكون بكل الامارات، كل اماره يكون لنا بصمه فيها. بالنهايه بدنا نشكرك استاذ هاني لتواجدك معنا بالبرنامج، وبدنا تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع DKL. موضوع التواصل معنا كDKL امور سهله. احنا موجودين على كل السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على التويتر، على اليوتيوب، على الويب سايت. المكان عندنا بدبي ديره، مقابل GMC كار شوروم في دبي. واي على جوجل ماب، اي تواصل اجتماعي رح نقول احنا موجودين. وفي عندنا ردود، في عندنا كمان عندنا نحن مندوبين مختصين للردود السريعة، نحسن نتجاوب مع كل الناس إن شاء الله.
شكرا مرة ثانية أستاذ هاني، ونشكر جميع طاقم العمل في دي كي ال. نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا لزوقك وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وشكرا لزوقكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الناس والكلاين أو أي شخص تعامل معنا أو حيتعامل معنا. شكرا لزوقك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.